الحيوانات الموجودة في الميدان، وكان كريم طابو ينزل للشارع لمؤازرتها، لمساندتها، وللمشاركة فيها، لأن كل ما أقوم به، وأنا لا أحتاج أن يعني أبرر نضالي، كل ما أقوم به يأتي من قناعتي بأن الشعب والشارع هو الذي يسمع التاريخ، هو الذي يغير. أما القضايا المتعلقة بالمارك، أنا ليست لي أي علاقة بالمارك. أكثر من هذا، كريم طابو متشبع ثقافة سياسية، كريم طابو وطني ويتبنى القيم الوطنية. أنا في فلسفتي زيادة على الضمير الشخصي، أنا متشبع بقيم الديمقراطية، ببناء دولة في إطار وعد بيان أول نوفمبر. بيان أول نوفمبر في ثلاث وعود رئيسية، ونحن ليست لنا أي مرجعية بغير بيان أول نوفمبر. الوعود الثلاث هي الاستقلال، هي بناء دولة ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية، ثم بناء مغرب ديمقراطي للشعوب، مغرب متفتح على الشعوب. أظن بأن هذه الفلسفة متشبهة يعني تماما بهذه القيم الرئيسية. أما ما يأتي من تهجم من أطراف معينة، هذا فيسبوك. حتى لا نأخذ من لقاء المساء ونخليه المفاجآت للشباب، نكتفي نحن بهذا القدر. وأزيد يعني تفضل. دقيقة، عندما أتكلم باللغة الفرنسية هناك أطراف تقول ولماذا يتكلم باللغة الفرنسية؟ عندما تتكلم باللغة القبائلية فكيف يتكلم بالقبائلية؟ هي عندما تتكلم باللغة العربية هناك أطراف تنتقد ولماذا يتكلم باللغة العربية؟ لو استطعت أن أتقن الإسبانية، الألمانية، الإيطالية، الإنجليزية لما تكلمت كل لغات العالم لكي تصل الرسالة إلى العالم بأسره. يعطيك الصحة وشكرا، خير بزاف. شكرا.